جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، ما هو اللباس الشرعي للمرأة وفقكم الله؟ اللباس الشرعي ما يستر المرأة عن الرجال غير المحارم، ما يستر جسم كل جسمها، بما في ذلك الوجه والكفان والقدمان والرأس، بقوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. قال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. بقوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فهذه الآيات تدل على أن المرأة عورة وأن سترها لجميع جسمها أمر واجب، وهو الحجاب الذي أمر الله به صيانة للمرأة وإبعادا للرجال والنساء عن الفتنة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يتساهل بعض النساء إذا كنا مع بعضهن في أمر التستر، لعل لكم كلمة شيخ صالح. هذا أشرنا إليه سابقا وقلنا إن المرأة مع النساء أو مع محارمها لا تكشف إلا ما جرت العادة بكشفه بين نساء المسلمين وما تدعو الحاجة إلى كشفه كالرأس والوجه والكفين والقدمين، فلا بأس بكشف هذه الأمور الحاجة إلى كشفها عند المحارم أو عند النساء أو العمل في البيت.